وللمزيد حول آخر التطورات على الأراضي الفلسطينية معنا عبر خدمة سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات. أستاذ راسم، بداية مرحبا بكم. بحسب هيئة البث الإسرائيلية، نتنياهو متردد بشأن إبرام صفقة تبادل الأسرى وكذلك وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين وبين المقاومة الفلسطينية قبل سفره لواشنطن. من وجهة نظرك، ما سبب هذا التردد؟ سيدي، أنا أعتقد جازما أن نتنياهو لا يريد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وهو لن يوقع على هذه الصفقة، وخاصة أن الوفود الإسرائيلية التي ذهبت إلى القاهرة لم تمتلك أي صلاحيات للتوقيع على صفقة تبادل الأسرى، وهذا الوقت لم يطرح أي جديد في القاهرة، وعاد من حيث أتى بدون أي نتائج حسب ما قاله المصريين في هذا الاتجاه. نتنياهو يريد أن يناقش هذه الصفقة بعد سفره مساء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نتنياهو يدرك تماما أن توقيع هذه الصفقة قبل الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وربما يقود في هذه القضية إلى أن نتنياهو الممسك بعنق قراره السياسي الجماعات المتطرفة من بن جفير وسموتريتش تهدده بإسقاط حكومته إذا ما وقع هذه الصفقة، والتزم بوقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة. ولذلك نتنياهو يدرك تماما أنه حتى هذه اللحظة لا توجد ضغوط جدية أمريكية عليه من أجل إتمام هذه الصفقة، وكذلك الضغوط الداخلية لم تصل إلى مستوى أن الجيش الإسرائيلي الذي في حالة من الأنين وأيضا في التراجع في الجانب المعنوي. ولكن أستاذ راسم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يقول أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يلوح في الأفق، يعني كيف تنظر إلى هذا التصريح؟ سيدي، أنا أدرك تماما أن هذا الكذاب رقم واحد في الإدارة الأمريكية، وهو فقط يريد أن تحقق إسرائيل أهدافها في عدوانها على قطاع غزة. سابقا طرح قبل 6 أيام عندما كان هناك مقترح مصري قطري وأخرجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السي اي اي ويليام بيرنز، قال بان هناك مقترح في هذا مغري بهذا الاتجاه، وان الفرصه امام حركه حماس والمقاومه للتوقيع على هذا الاتفاق في صفقه تبادل الاسرى، وبعد موافقه المقاومه الفلسطينيه وجد نتنياهو يذهب الى معركه رفح ويرفض التوقيع على هذا المقترح، وقال انه ذاهب من اجل تحقيق ما يسمى بالانتصار الساحق واستعاده اسراه من خلال الضغط العسكري على المقاومه الفلسطينيه، والا تشكل المقاومه بالمستقبل خطر على مستوطنات قطاع غزه. طيب، وهذا طيب استاذ راسم، كل مره يطرح اذا سمحت لي لكي يعني نفهم جدليه، ما هناك جدليه ما تعرض يعني ما بين الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي فيما يخص، على سبيل المثال، نتنياهو يستعد لإلقاء خطاب في الكونغرس الأمريكي في الأيام المقبلة. يعني عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز وصف نتنياهو بأنه مجرم حرب. هنا كيف يمكن أن نفهم يعني مدى المعارضة الأمريكية لحكومة نتنياهو أو لموقف نتنياهو؟ كيف نفهم هذه الجدلية؟ وصفتم قبل قليل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأنه كاذب. يا سيدي، ساندرز الذي يمثل الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، هو هذا الجناح ليس بتلك القوة. هناك يعني انتقادات صحيح في الحزب الديمقراطي للسياسة الإسرائيلية وتحديدا لسياسة نتنياهو، ولكن كما قلت لك أن السياسة الخارجية سواء كانت من الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري هي تقوم على أساس استمرار دعم إسرائيل عسكريا وماليا وتوفير الحماية القانونية والسياسية لها في المؤسسات الدولية. نتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية ربما الخلافات تأتي في الإطار التكتيكي وليس في الجانب الاستراتيجي، وتحت سقف أمريكا صهيونية وإسرائيل هي
التي تخدم إسرائيل الخادمة للمصالح الأمريكية والأوروبية الغربية في هذه المنطقة. ولذلك من هذا المنطلق أعتقد بأن العلاقة هي تحدد من خلال الدولة العميقة بالدجول ووزارة الخارجية والسي آي إيه والتفصيلات الاحتكارية المالية والعسكرية، وهذه الخلافات التي نجد أنها خلافات في الجانب الشخصي، وخاصة بعد أن أيقن الحزب الديمقراطي بأن بايدن الرئيس الأمريكي الحالي ربما قد لا يكون رئيسا، ربما قد لا يكون مرشحا للحزب الديمقراطي. هناك انتقادات واسعة ومطالب له بالانسحاب من السباق الرئاسي، سواء من زعيمة الديمقراطيين السابقة نانسي بيلوسي في المجلس النواب الأمريكي، وكذلك كارلا هاريسون نائبة الرئيس والرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، بالإضافة إلى تشاك شومر الزعيم الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي وغيرهم، الذين باتوا على قناعة بأن الرئيس عليه أن ينسحب من السباق الرئاسي. ولكن الرئيس في هذه القضية قد يؤجل عملية انسحابه، لأنه لا يريد أن يقدم أن عملية الانسحاب هي نصب لنتنياهو في هذا الاتجاه. وأعتقد بأن نتنياهو ومن خلال خطابه في الكونغرس يشن حملة على الديمقراطيين باتهامهم بأنهم لم يسودوا إسرائيل بالأسلحة المطلوبة من أجل ما يسميها حسم المعركة في قطاع غزة. وكذلك سيتطرق إلى المقاومة الفلسطينية وما حققه من إنجازات في قطاع غزة، ولا حزب الله وإيران بأنها تشكل رأس الإرهاب في هذه بين قوسين في هذه المنطقة. كل هذه القضايا التي سيطرحها نتنياهو في الكونغرس الأمريكي بانتظار عودة صديقه ترامب للحكم في 5 من تشرين الثاني القادم. نتنياهو هو معني باستمرار التصعيد في هذه المنطقة، وأن تتجاوز العمليات العسكرية النطاق الجغرافي لقطاع غزة، طيب لأنه مدرك تماما أن محكمة العدل الدولية طالبت الأمم المتحدة ومؤسسات الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية باعتباره يعني احتلالا غير شرعيا وضما غير شرعيا. السؤال هنا، هل تستطيع الأمم المتحدة التي دائما ما تقلق ودائما ما يعني تنشر تقارير وتصف واقع، هل تستطيع الأمم المتحدة مجلس الأمن باقي المؤسسات التابعة لها أن تحرك ساكنا باتجاه يعني إجبار الكيان الصهيوني المتجذر منذ عقود لمغادرة الأراضي الفلسطينية، أم ماذا تنظر إلى موقف محكمة العدل الدولية؟ يا سيدي، الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول التبعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقالت بأنه غير شرعي وغير قانوني، وكل الإجراءات التي قام بها الاحتلال هي تندرج في إطار أنها أنشطة غير قانونية، ويجب على إسرائيل التوقف عن مثل هذه الإجراءات، وكذلك الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وقالت بأن الأراضي الفلسطينية هي وحدة جغرافية، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن إطالة أمد الاحتلال للأراضي الفلسطينية لا غير من وضعها القانوني. وقالت بأن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير ما، وأن إسرائيل توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ونقل المستوطنين يتناقض مع المادة 46 من اتفاقية جنيف، بالإضافة إلى قولها أن الاحتلال ملزم بتوفير إيصال المياه إلى المواطنين الفلسطينيين. وكذلك الاحتلال كان شكل من أشكال الحكم العنصري والأبرتهايد في هذا الاتجاه، ومخالف للمادة والمادة 3 من ما يعرف بالأبرتهايد والحكم العنصري. نحن نعتقد جازمين أن هذا القرار إيجابي، وهي الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، ويفتح آفاق للشعب الفلسطيني، وخاصة أنه سيزيد من عزلة الاحتلال على المستوى السياسي، بالإضافة إلى ربما يدفع باتجاه وقف التعاون الأمني من قبل العديد من الدول مع دولة الاحتلال، وفرض قيود على الاستيطان وعقوبات، بالإضافة إلى ذلك ربما هو تصدير السلاح لدولة الاحتلال، وسيكون أيضا في صلب وقف شحنات السلاح من العديد من الدول
من قبل الاحتلال. كيف تقرأ مستقبل الحرب على غزة؟ أنا أعتقد يا سيدي أن مستقبل الحرب على غزة هو المسألة أن القول الاحتلال أنه انتقل إلى مرحلة ثالثة أو مرحلة رابعة، والحرب والضربات الموضوعية والجراحية واستهداف قيادات المقاومة وقواعدها، هذا أنا من وجهة نظري أن الأمور في قطاع غزة أن الحرب ستستمر وستتواصل، وهي ذاهبة نحو التصعيد على أكثر من جبهة، ولعل ما جرى اليوم من هجوم إسرائيلي بطائرات F-35 بمشاركة أمريكية وبريطانية وإيطالية، ويعني أن الأمور ذاهبة على التصعيد ليس على سبع جبهة قطاع غزة بل على الجبهات المساندة، رغم قول الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تريد أن يكون هناك حرب شاملة في هذه المنطقة أو توسيع الجبهة الشمالية، ولكن المعطيات التي تجري على الأرض تقول بأن هذه اليمين المتطرف والفاشية اليهودية ذاهبون إلى عمليات التصعيد سواء في قطاع غزة أو في الجبهة الشمالية أو في جبهة البحر الأحمر في هذا الاتجاه، وأرى أن ما جرى اليوم من غارات إسرائيلية على اليمن يفتح الطريق نحو تصعيد غير مسبوق، وربما يضع المنطقة الإقليم أمام حرب قد تكون باتت إقليمية تشارك فيها أكثر من طرف من الأطراف، ولن تقتصر على الجانب الفلسطيني وعلى دولة الاحتلال، ربما تشارك فيها العديد من الأطراف، وهذا نتنياهو كان يدفع مسبقا نحو هذه القضية لكي يشرك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، وخاصة أن قوة الردع الإسرائيلية تزداد تآكلا، بالإضافة إلى أنه يريد ترميم صورته أمام المجتمع والجمهور الإسرائيلي. من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات، شكرا جزيلا لكم.